السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فهد الشيحة. اليوم جايب لكم نصائح سنابية رهيبة. طبعا كل يعرف السناب جات هو عبارة عن برنامج يستخدمون الناس لمشاركة الصور أو خلينا نقول اللحظات الجميلة اللي بينهم. في ناس كثير يعرفون يستخدمونه، بس أيضا في ناس ما يعرفون. فناس كثير جاوا يسألوني كيف نستخدم السناب شات أو كيف الطريقة الأحسن يستخدمونه. إن شاء الله اليوم راح أوريكم كيف الطريقة تستخدمونه والأساسيات السناب شات، وأيضا راح أوريكم طرق يمكن ما كنتوا تعرفون عنها. خلنا نبدأ الحلقة يلا. طبعا السناب شات متوفر في الايتونز والجوجل بلاي. خلونا الحين نبدا بالاساسيات وبعدين اعطيكم النصائح الجديده او خلينا نقول الاشياء اللي انتم ما تعرفونها. اول شيء تلاحظون ان الكاميرا اشتغلت، فمعناته ان البرنامج جاهز للتصوير، وعندكم دائره في الوسط هذه اذا ضغطتوا عليها راح ياخذ صوره. طيب لما ياخذ صوره عندكم خيارات كثيره. اول خيار تقدرون تكتبون اي حاجه في الصوره، تضغطون على حرف التي هذا وتكتبون اي شيء تبغونه، بعدين تقدرون ترقونه فوق ترقونه تحت، وايضا تقدرون تضغطون على القلم وتكتبون اللي تبون او انكم ترجعونه زي ما كان. هنا تحت في شكل ساعه، الساعه هذه عباره عن وقت، تختارون كم ثانيه الفيديو راح يظل شغال الى ما يختفي. طبعا في السناب الفيديو لما يرسل الى رساله شخصيه راح يكون في وقت، مثلا لو حطيت 8 دقائق لما ارسل الفيديو هذا خلاص بعد 8 دقائق راح يمسح الفيديو، ما راح يقدر الشخص يشوفه مره ثانيه. فتختارون المدة، أكثر مدة 10 دقائق وأقل مدة اللي هي ثانية. وعندكم اللي بعده هذا المؤشر هو حق التحميل، إنك أنتم تحملون الفيديو حقكم أو الصورة حقتكم. هنقول هذا معناته إنك تروحون الستوري، يعني على طول تصورون ويروح القسم الستوري حقكم. طبعا قسم الستوري هذا بتكلمك عنه بشكل أكثر بعد شوي، بس خلنا نجرب الحين. ضغطنا عليها ويختار يقول لك هل تريد تضيفه للستوري. أنا بحط أت إنه أوكي. فتحت هذه الصفحة، الصفحة هذه في فوق مكتوب ماي ستوري اللي هي صوري اللي أنا حاطها، وفي تحت صور أشخاص كثيرة هم حاطينهم أو خلينا نقول الستوري حقهم أو القصص حقتهم. طبعا زي ما أنتم شفتوا أنا لما صورت وحطيت للستوري على طول جاء هنا. أقدر برضو أني أصور وأرسل مباشرة إلى شخص معين، أضغط السهم هذا على اليمين وبعدين تختار الشخص اللي تبي ترسل له. هذا تعتبر زي رسالة خاصة خلينا نقول. وإذا تبون تصورون فيديو كان عليكم تسوونه أنكم تعلقون على الزر اللي هو الشكل هذا، زي ما انتم شايفين قاعد يصور الفيديو الحين. لما تكتمل الدائره، اذا اكتملت الدائره معناته خلاص هذا الحد الاقصى للفيديو. الحين خلاص اكتملت الدائره. هنا طبعا عندكم الصوت تحطونه في صوت ولا من غير صوت، وهنا نفس فكره التحميل، وهنا تحطونه في ماي ستوري نفس الفكره. وايضا نفس فكره تقول تقدرون تكتبون كلام وتقدرون ترسمون نفس الفكره. خلينا نتكلم عن القسم هذا الحين. القسم هذا عبارة عن ستوريز أو قصص خلينا نقول. فوق قصتي أنا معناته هذه القصة للأشخاص راح يشوفونها. يعني كل عليهم يسوونه يضغطون عليها يعلقون. طبعا أنا صورت قبل كذا صور زي ما تشايفين. في وقت فوق اللي هو عدد مجموع القصص أو خلينا نقول مجموع الصور اللي أنا مصورها. طبعا إذا أنتم ما تبون تنتظرون صورة صورة كل عليكم تسوون أنكم أنتم معلقين على الزر للتشغيل اللي هو زي ما أنتم شايفين. بالإصبع الثاني تضغطون ضغطة يبدأ هو يقدم الصور اللي بعدها زي ما تشايفين. ونفس الفكرة الأشخاص الثانيين بس تعلقون عليهم راح يطلع الصور حقتهم وتشوفون الصور اللي محطينها أو الفيديوز اللي محطينهم. طيب هذول الأشخاص ما يطلعون إلا أنتم أضفتوهم أو خلينا نقول سويتوا لهم فلو، وهم سووا لكم فلو بعد، يعني أنتم رسلت لهم إضافة وهم وافقوا على الإضافة هذه وحطوكم. كيف تضمون الأشخاص؟ تسحبون على تحت من هنا، هذه القائمة فيها صورة الشبح حقك واسم الحساب حقك زي ما انتم شايفين. طبعا صورة الشبح هذه كلها على الشخص اذا كان مثلا واحد جنبك انه يصور هذه الصورة بالكاميرا كاميرا السناب ومباشرة راح يرسل امر اضافة لك انت، او اذا بغيت تروح اد فريندز واد يوزر نيم تكتب اسم الشخص اللي تبي تضيفه وتحطه. وفي هنا ماي فريندز اللي هو الاصدقاء المقربون، تحط لك لستة عندك في كم شخص مقرب. اذا احد ارسل لك رساله خاصه وين تروح؟ تروح هنا. لما تروح يمين في السناب شات اللي هو قسم الرسائل الخاصه. طيب زي ما تلاحظون في مربع مليان ومربع فاضي. المربع المليان معناته ان هذا فيديو او صوره انا لسه ما شفتها، والمربع الفاضي هذا فيديو او صوره انا شفته. طبعا ليش اقول لكم فيديو او صوره؟ لان في عندكم شكل ثاني اللي هو هذا شكل السهم، هذا معناته ان هذا رساله انا شفتها، واذا كان ملون معناته ان رساله انا لسه ما شفتها. طيب الفيديو هذا اذا بغيت اشوفه كل اللي يسويني اضغط عليه وراح يشتغل الفيديو زي ما انتم شايفين.
اوكي الحين خلص الفيديو هذا وبغيت ارد على الشخص اللي ارسل الفيديو هذا، في طريقتين، اني انقر مرتين عليه راح يجيني على طول يفتح لي الكاميرا عندي لما اصور واحط ارسال اللي هو هذا خلاص يرسل صوره له، او في طريقه ثانيه اني انا مثلا ما ابغى ارسل له صوره ابغى اكلمه، فكل اللي يسوي اني اضغط عليه اصبعي بعدين اسحب الجهه اليسار زي ما شايفين فتح مسج اللي اقدر ارسل رساله واكتب رساله ابغاها وارسلها. طبعا هذا كان استخدام السناب شات وهذه الطريقه اللي تستخدمونها يعني. والحين خلوني اوريكم النصائح المخفيه او الناس الكثير ما تعرف عنها. اول شيء لما تاخذون صوره وتكتبون كلام، ناس كثير كانت تفكر انه بس خلاص يعني هذا الحد انك تقدر بس تاخذ الكلام، بس في ناس كثير ما تدري انك لما تضغط على حرف التي مره ثانيه راح يتغير يصير اكبر ويكون كلام مستقل واكبر. في الاضافه الجديده هذه اضافوا الايموجي او خلينا نقول الابتسامات، فالحين تقدرون مثلا تحطون وجه ولا بتضغطون هنا تكون تكبرون على كيفكم الحين الوجه هذا زي ما تشايفين. طيب الحين الالوان، الالوان الناس كلنا كانوا يشتكون انه ما في لا الوان لا ابيض ولا اسود، هو فعليا في اجهزه الاندرويد موجود الاسود والابيض هنا في البار حق الالوان، لكن الايفون ما مو موجوده، لكن اصلا هي موجوده بس مخفيه. كان لكم تسوونه انكم تحطون اصبعكم على حق الالوان وتسحبون على فوق وتروحون الزاويه فوق اليسار راح يطلع لكم الابيض زي ما انتم شايفين، واذا سحبتوا الزاويه على تحت راح يطلع لكم الاسود. وفي حاجه اسمها الفلاتر، الفلاتر هذه كل عليكم تسوون انكم تصورون صوره بالسناب وبعدين تسحبون على اليسار واليمين زي ما انتم شفتوا، تجيكم اول شيء الساعه بعدين درجه الحراره واخيرا عداد السرعه. عداد السرعه هذا لو انت كنت بسياره تمشي راح يتحرك معك ويعطيك سرعه السياره بالضبط. بعدين تجيك اغلفه الوان مختلفه، عندك الاسود والابيض وعندك السيبيا وعندك انواع كثيره. طبعا احيانا هذه ما راح تكون مفعله اول ما تنزل البرنامج، اذا ما كانت فعله عندك اللي تسوي انك تروح الاعدادات بعدين تروحون المانج وتختارون الفلاتر تفعلونها، وايضا تقدرون تفعلون الكاميرا الاماميه الفلاش بحيث انه اذا كنت مكان ظلمه والكاميرا الاماميه تقدر تصورك انه يفتح الالوان كثير فيقدر يصورك بالظلمه. وايضا تقدر تفعلون الريبلاي اللي هي اعاده السنابات بس تقدر تعيدها مره واحده في اليوم. وايضا عندك الباور سيف مود اللي هو حمايه الطاقه. في حاجه ايضا لو انك ما بغيت تسحب اليمين واليسار تقدر تضغط الازرار، عندك زر اليسار المربع هذا راح يفتح لك قائمه السناب شات، وعندك الخطوط اللي فوق بعض هذه لو تضغط عليها راح يفتح لك قائمه الستوريز. وايضا فوق بالزاويه اليسار هذا الفلاش تقدر تشغله تقدر تطفيه. اما هذا شكل الكاميرا هذا لما تضغط راح يقلب لك الكاميرا الاماميه، ولما تضغط مره ثانيه راح يرجع لك الكاميرا الخلفيه. وهذه كانت كل النصائح اللي اقدر اعطيكم اياها على السناب شات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا، واشوفكم فيديو مره ثانيه على قناه الكتروني.